السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص القرائي الثاني المندرج من الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة، الوحدة الأخيرة لهذه السنة، مجال الرحلات والأسفار، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. نبدأ على بركة الله. يوم في حمة سيد حرازم. كنا خمسة أطفال، تم اتفاق بيننا على أن نتقابل في الصباح لقطع هذه المسافة الصغيرة من فاس إلى حمة سيد حرازم رفقة جدي الحاج إبراهيم. انصرف كل واحد منا إلى إعداد ما نحتاج إليه لقضاء يوم كامل في هذه الحمة ذات المياه الدافئة. ولما تمت الاستعدادات بدأت أحلم بغد مبهج أقضيه بحمة سيد حرازم بين ظلال النخيل الباسق، وبت أتخيل نفسي أجري وأتسلق الأشجار وألقي بجسمي نحيلي إلى المياه مغتبطة ثم أصعد منها ضاحكا. وهكذا قضيت الليل أحلم. استيقظنا في الصباح مبكرين لنسعى إلى باب الفتوح حيث كان أصدقائي الأربعة في الانتظار. بعد لحظات وجدت نفسي في سيارة تلتهم بنا الطريق. تلاعبنا وتعابثنا وتبادلنا رواية الحكايات المضحكة حتى شعرنا بالسيارة تتوقف فجأة. انطلقنا نقفز ونتضاحك إلى أن كلت جهودنا وسبحنا في أحواض مائية حتى تعبنا، وفي الظهر جلسنا تحت ظل شجرة وأخرجنا من حقائبنا أكلاتنا الخفيفة والتهمنا كل ما أحضرناه، وكم تمنينا لو كان معنا غيره. وفي الظهيرة استلقينا على الأرض وانصرفنا نتأمل الشمس اللامعة من خلال أغصان النخيل. لم نشعر بمرور الوقت إلى أن حل المساء، فعدنا إلى فاس ونحن يغمرنا الفرح والبهجة. وهكذا قضينا يوما من أجمل أيامنا. لعبد المجيد بن جلون في الطفولة بتصرف. أضع خطا تحت الكلمة المرادفة. إذا نتقابل نتكلم نودع أو نلتقي. إذا نتقابل نلتقي. كلت أكلت تعبت أم نامت. إذا كلت معنى تعبت. أكمل شبكة مفردات ما له علاقة بالزمان. صباح ظهيرة مساء ليل فجر نهار. أضع الكلمة المناسبة في الفراغ. إذن نتقابل نقبل. إذن أيادي آبائنا وأمهاتنا في الصباح. إذن نقبل أيادي آبائنا وأمهاتنا في الصباح. أن نحضر الدرس. إذن نقبل أن نحضر الدرس. نقبل في حديقة الحي. إذن نتقابل في حديقة الحي. السؤال الرابع. أجد الكلمة التي لا تنتمي إلى شبكة مفردات الرحلة. إذا رحلة سفر سيارة تنقل شارع ذهاب وصول عودة. إذا كل هذه الكلمات لها علاقة بمفردة الرحلة إلا كلمة شارع. إذا رحلة سفر سيارة تنقل ذهاب وصول عودة هي شبكة مفردات كلمة الرحلة، والكلمة الدخيلة هي شارع. السؤال الخامس. استعمل الكلمات الآتية في جمل. بيننا، خلال، لو، حمة، شجرة. إذا بيننا وبين بيت جدي مسافة قصيرة. قدمنا طلبات المشاركة في الرحلة خلال أسبوع. لو درست ستنجح. ذهبنا في رحلة إلى حمة ملا يعقوب. تسقط أوراق الشجرة خلال فصل الخريف. أعيد. بيننا وبين بيت جدي مسافة قصيرة. قدمنا طلبات المشاركة في الرحلة خلال أسبوع. لو درست ستنجح. ذهبنا في رحلة إلى حمة ملا يعقوب. تسقط أوراق الشجرة خلال فصل الخريف.
ننتقل للسؤال الموالي. أعين ما لم يذكر في النص. سيدي حرازم، باب الفتوح، فاس، السوق، الحمامات. إذا قمت بمعاينة النص وقراءته قراءة جيدة. إذا هذا هو المطلوب منكم قبل ما تجاوبوا على هذا السؤال. وقفوا الفيديو، بحثوا على الكلمات في النص، والكلمة التي لم أجدها سأعينها أحيطها أو أضعها تحتها علامة. إذا سيدي حرازم ذكرت في النص، باب الفتوح ذكرت في النص، فاس أيضا ذكرت، السوق لم يذكر، الحمامات ذكرت. أجد في النص العبارات التي تدل على ما يأتي: عدد الأطفال المسافرين، المدينة التي يسكنون فيها، اسم من رافقهم. إذا عدد الأطفال المسافرين، كنا خمسة أطفال، كنا خمسة أطفال. المدينة التي يسكنون فيها، المدينة التي يسكنون فيها من فاس إلى حمة سيدي حرازم. إذا مدينة فاس، هذه الجملة التي تدل على أنهم يسكنون في مدينة فاس. اسم من رافقهم، رفقة جد الحاج إبراهيم. إذا جد، الجد هو جد الكاتب، والذي هو الذي رافقهم. إذا هنا المطلوب، كل جملة تدل على المطلوب. عدد الأطفال، كنا خمسة أطفال، المدينة التي يسكنون فيها هي فاس. الجملة التي تدل على ذلك: من فاس إلى حمة سيدي حرازم. اسم من رافقهم، جد السارد. إذا الجملة التي تدل على ذلك: رفقة جدي الحاج إبراهيم. أضع العلامة في المكان المناسب. إذا الاستلقاء على الأرض للاستراحة، كان ذلك صباحا، ليل، الليل، النهار، الظهر، الظهيرة أم المساء؟ الظهيرة. السفر إلى حامة سيدي حرازم، كان في الصباح. السباحة واللعب في الأحواض، كان في النهار. العودة إلى فاس، كان في المساء. تناول أكلة خفيفة، كان في الظهر. إذا الاستلقاء على الأرض للاستراحة في الظهيرة، السفر إلى حمة سيدي حرازم في الصباح، السباحة واللعب في الأحواض في النهار، العودة إلى فاس خلال المساء، تناول أكلة خفيفة في الظهر. أنتج جملة أحاكي بها ما يلي، ما يأتي: نتقابل في الصباح رفقة جدي، كم تمنينا لو كان معنا غيره. إذا نتقابل في الزوال رفقة المدرب، نتقابل في الزوال رفقة المدرب، كم تمنينا لو فزنا بالمباراة، كم تمنينا لو فزنا بالمباراة. إذا نتقابل في الزوال رفقة المدرب، كم تمنينا لو فزنا بالمباراة. السؤال الثاني: أعين الكلمة التي تعوض الكلمة الملونة فيما يأتي، وهناك، كي، منذ، نحو. إذا استيقظنا منذ في الصباح، إذا منذ الصباح مبكرين لنسعى، كي نسعى، إلى باب الفتوح، نحو باب الفتوح، حيث كان أصدقائي الأربعة في الانتظار، وهناك أصدقائي الأربعة في الانتظار. إذا في سنعوضها بمنذ، لي بكي، إلى بنحو، وحيث وهناك. إذا استيقظنا منذ الصباح مبكرين كي نسعى نحو باب الفتوح، وهناك كان أصدقائي الأربعة في الانتظار. إذا السؤال الأول: أملأ الفراغ بما يناسب من خلال النص. إذا انطلقت الرحلة متى؟ في الصباح. انطلقت الرحلة في الصباح، كان في الرحلة عدد الأطفال خمسة أطفال، خمسة أطفال. رافقهم في الرحلة جده، الجد الحاج إبراهيم. الحاج إبراهيم. وصلت الرحلة إلى حمة سيدي حرازم. استراحوا تحت ظل شجرة، ظل شجرة. عادوا إلى بيوتهم في المساء. انطلقت في الصباح، كان في الرحلة خمسة أطفال. رافقهم في الرحلة جدهم الحاج إبراهيم،
وصلت الرحلة إلى حمة سيدي حرازم، استراحوا تحت ظل شجرة، عادوا إلى البيوت إلى بيوتهم مساء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.